ديال لي فوتوغراف وقعوا في مشاكل، يعني ما بقاش مدخول، ما بقاتش خدمة، بالأخص الناس اللي عندهم استوديوهات، ولا الناس اللي كيصوروا الأفراح، ولا اللي كيصوروا دي بورتري، يعني بزاف ديال البلايص اللي هما يوقفوا. ماشي غير كنهضر على حساب المغرب ولا دول العالم الثالث، هادو كنهضر على أوروبا اللي هي يعني كبيرة، ولا الأمريكان ولا الإنجليز. فمثلا أنا اللي عايش في الإنجليز، الدولة عاونات هاد الناس هادو اللي هما ما عندهمش خدمة من غير الفوتوغرافي، ولا إلا كانوا في مثال فريلانس، ولا إلا عندهم شي استوديو، وقالوا لهم قالت لهم الدولة خصكم تسدوا، قالوا خداو مساعدات غير باش يبقاو حالين، يبقاو صابرين هاد الأزمة هادي. أما باش نقولوا دي فوتوغراف اللي هما باغيين يكملوا هاد الدومين هذا في هذا الوقت هذا، صعابت من غير لي جورناليست اللي عنده بطاقة ديال الجورناليست، قالوا يقدر يخرج ويقدر يخدم، يعني باش يوصل الاخبار، لا من ناحيه الفوتوغرافي اللي هنا يخدم بالنسبه للمجلات ولا يعني الجورنال ولا الانترنت، ولا من ناحيه اي يعني التلفازه ولا شي حاجه اخرى اللي غيخدم في مثال بالفيديو. قالوا اللي هو فوتوغراف، وانا كنعرف شي ناس اللي هما يا دي فوتوغراف وقفوا، اللي هما كانوا غيديروا اعراس ما بقاوش، اللي كان كيسافر في المثال باش ياخد دي فوتو اللي هما دي فواياج في المثال، ما بقاش كيقدر يسافر، لان وقفوا الطيارات، وقف الترونسبور، وقفوا بزاف ديال الحوايج. حتى حنايا هنا في لندن داروا لنا واحد شهرين تقريبا ممنوع علينا نسافروا من لندن، ولا شي واحد يخرج من شي مدينه، لان الا شافوا البوليس كيشوفوا غير الماتريكول ديال الطوموبيل، كيعرفوا الادريس ديالو فين، كيعطيو دي بينالتي باش غيتحكم. يعني ما نقدرش نقول لكم باش غادي يتغلب عليها الواحد من غير الدوله اللي كانت كتساعد، لان يخسروا الملاير ديال الفلوس باش تساعد هذوك الناس وتخليهم على الاقل يقدر الواحد يعيش ويخلص المصاريف ديالو ويجيب الماكله لولاده. ما كانت هي صعيبه، ما دابا بدات كتحل بشويه بشويه، ونتمنى تكون يعني تحل حتى في المغرب بصفه نهائيه، لان عرفت انا بزاف ديال الناس اللي هما اضطروا والدوله ما عاوناتش، لان ما تقدرش تعاون كل شيء عاوتاني يعني المغرب كامل. بالنسبه للتصوير، واش التصوير كفن حاضر في المدارس الاعلاميه؟ انا ما غاديش نقدر نحكم على شي واحد اللي هو قرا الفوتوغرافي يعني جورناليزم، فوتو جورناليزم، وقال لك انا وليت ارتيست، ما غاديش يمكن، لان الفوتو جورناليزم كتعطيك غير كيفاش تصور، كيفاش تاخد، ربما كيفاش تاخد دي تكنيك غير باش تقدر تاخد تصاور اللي هما في المستوى ويكونوا باينين، وما تقدرش الواحد يمشي لشي بلاصه وقعت فيها واحد وقع واحد الخبر، ولا وقعت واحد يعني صيفطوه باش ياخد شي حاجة اللي هي حجة، لأن صورة. بالنسبة للفوتوغرافي كأرت ولا آغ، يعني أنا ما قريتش الفوتوغرافي في مدرسة فنية، لأن ما كايناش شي مدرسة في العالم اللي هي كتقريك الفن الفوتوغرافي. وأي واحد يقول لك أجي نوريك كيفاش تولي فوتوغراف، أرتيست فوتوغراف، ولا هذا ما يعني هذه ما كايناش. قراو معايا ناس في ليكول اللي أنا قريت مدة طويلة هنا في لندن، قريت في ايكول ديال الفوتوغرافي، يعني كتقري مدرسة كتقري الفوتوغرافي، ما كتقريش فن التصوير، واللي كانوا كيوريونا هو لا تكنيك كيفاش نطبعوا التصاور باليد، كيفاش نخرجوهم، كيفاش مني دخلات الديجيتال وراونا شوية الفوتوشوب كيفاش نمانيبيليو لي زيماج ديالنا، وكيفاش يعني الا كانوا شي حوايج، الا كانت شي تصويره قديمه كيفاش نقادوها، دوك لي تروك اللي كنا كنديروا في الشومبر نوار وراونا في الفوتوشوب. لان قراو معايا بزاف ديال الناس اللي هما يقراو لا فوتوغرافي وخلاوها غير شي حاجه اللي هي اماتور، يعني غير يعني حاجه اللي كيعمر بها الواحد وقته، كيدخل كيسافر ولا هذا، وكياخذ دي زيماج، ولا اللي عجبته شي حاجه يقدر يصورها ولا شي بورتري، ولكن ما تعمقوش. ملي خديت انا الدبلوم السابع في لا فوتوغرافي هنا في لندن، لقيت راسي بحال يلا غادي نبدا. هذاك الشيء اللي عطاتني المدرسه ماشي هو اللي تعلمت من بعد، تعلمت بزاف د الحوايج، نقدر نقول لكم تعلمت تقريبا الا عطاتني المدرسه عطاتني 20%، ولا كاع دوك لي ديبلوم اللي عندي عطاتني 20%. وكان فين ما نشوف شي واحد كيخدم لا فوتوغرافي بواحد الطريقه عاليه، كنقول انا يلاه بادي، ولحد الساعه كنحس براسي باللي يلا انا نيت يلاه بادي. ولكن انا كنحاول كيف قلت يعني هذاك الفوتوغراف هو اللي غادي يخرج راسه باش يرجع راسو فوتوغراف، حيت ما يمكنش يعطوك ديبلوم يقول لك صافي سير انت راك ارتيست، راك وليتي ارتيست، هذه راه ما يمكنش.
وما نقدرش نقول لكم انا واخا درت دي فورماسيون في المغرب، درت شي حاجه قليله هنا في لندن، ولكن ماشي نقول شي واحد اجي وغادي تولي ارتيست بحالي. انا ما تنعتبرش راسي كنطير في الفوتوغرافي ولا عارف اي حاجه في الفوتوغرافي، كنعتبر راسي تانا يلاه بادي وباقي ليا واحد الطريق طويله باش نوصل لواحد النيفو، لان كنقرا عند الناس اللي هما من الطوب في العالم، ولكن كنشوف راسي مازال المشوار بعيد، يعني مازال الطريق بعيده. باقي كنقولها ونعاودها باللي الفوتوغراف هو اللي كيرجع راسو ارتيست بهذيك الخدمه ديالو اللي كترجعو ارتيست، يعني كيفاش كياخد الصوره ولا كيفاش كيفكر في المواضيع ديالو، كيفاش غادي يصورهم. انا داير ارتيست لان دزت من البانتور ودزت من الفوتوغرافي ودخلت للسينما، نقدر ندير ارتيست لان على حسب الخدمه اللي درت كبانتر، لان كنت كندير لا بانتور ودرت بزاف ديال لي زيكسبوزيسيون في لندن وفي المغرب، درت في فرنسا، درت في الجابون، ولكن يعني داز هذيك المرحله ديال لا بانتور، ما بقاش عندي وقت باش نرسم. بالنسبه لي انا كحموده عبد الفتاح هو الاسم ديالي، لقبوا عليا ابي ايغريك اللي هي كيقولوا عليا كاع الناس، هذا لقب اللي قالوه ليا في الجابون. كنت مشيت دوز شي شهوره في الجابون وقالوا لي شنو سميتك، كان اللي كان طلقه يقول لي شنو سميتك، صحابي اللي تلاقيت معاهم تما كنقول لهم سميتني عبد الفتاح، تيبقاو حالين فهمهم. طرحوا كنا في واحد المجمع واحد النهار طرحوا قالوا علاش ما نسميوكش ابي، حيت ابي سميه جابونيه. الو هذه هي منين جات السميه ديال ابي، واللي دابا اللي تلاقى معاه بالاخص الا كان اوروبي ولا شي حاجه كنقول ليه سميتني ابي، كتكون صغيره ويقدروا يعقلوا عليها. انا بديت من صغري، كنت كان يعني من لاج ديال 10 سنين كانت عزيز عليا الفوتوغرافي وعزيز عليا لا بانتور، كنت كنرسم. ملي كبرت قريت لا بانتور في المدرسه، خديت الدبلوم وبقيت واخا بقيت مولوع بالفوتوغرافي، كنت كنصور دي بيزاج ولا دي بورتري ولا شي حاجه وكنجي للدار كنرسمهم. ولكن واحد الوقت بقيت كنقول علاش انا ما نزيدش نطور الفوتوغرافي ونزيد نتعلم لها، ماشي نبقى غير ناخذ واحد لا فوتو ونبقى نبدلها بلا بانتور، لان كنبدل لاغيغ بلون، كنبدل لومبر، كنبدل بزاف ديال الحوايج باش كنديرها شويه ارتستيك اللي كتبان بانتور. قلت انا لا بغيت هاد القضيه ديال لاغ ديال اللي كنت كندير انا بلا بانتور، بغيت نميتريزي لا لوميير اكثر ونحاول ندير هذاك لاغ ديال اللي كنت كندير في الصباغه نديرو في لا فوتوغرافي. رجعت للمدرسه قريت تقريبا شي 7 سنين ديال الفوتوغرافي، درت من قبل منها كنت كنقرا بوحدي لا فوتوغرافي، وعندي عندي شومبغ نوار في الدار، وكان كنقرا من الكتوبه ومجلات ديال الفوتوغرافي، حتى قديت النيفو ديالي واحد شويه، عاد مشيت ديك الساعه نقرا لا فوتوغرافي تقريبا شي 7 سنين اللي خديت فيها 7 ديال الدبلومات في لا فوتوغرافي. ورغم داك الشيء بقيت مولوع عاوتاني بالسينما، كنحس براسي مرتاح دابا اللي كنخدم في الدومين اللي انا كنبغيه وكنرتاح ليه. يعني بلا ما نقول لكم على لا فوتوغرافي ديالي، راه كاين فيسبوك ولا انستغرام، شوفوهم، شوفوا الخدمه ديالي. ما غاديش نقول لكم انا راني كنطير في لا فوتوغرافي، لان لحد الساعه ملي كنشوف الاساتذه ديالي والخدمه ديالهم، لان كنشكر الله اللي خلاني نقرا عند احسن اساتذه باش كنزيد كل مره كنلقى مواضيع اللي هي زوينه، وكيزيدوا يوريوني عاوتاني دي تكنيك جداد في لا لوميير وانا غادي. الو هذا الدومين هذا ما عندوش حدود وما عندوش ما عندوش انا احسن من هذا، كل واحد وباش متفوق وكل واحد ولي كليون ديالو، لان انا غادي يكون واحد المجموعه ديال الناس اللي تيبغيوني وكيبغيو الخدمه ديالي، وكاين واحد المجموعه كثيره اللي ما تيحملوش الخدمه ديالي وكيكرهوا الخدمه ديالي. لان نرجعوا عاوتاني للمثال ديال الموسيقى، كل واحد والذوق ديالو في الموسيقى ولا في المغنيين، وهذا هو الدومين ديال لاغ ديال لا فوتوغرافي. الو هذا هو النظريه ديالي بالنسبه للفوتوغرافي اون جينيرال، ونتمنى نكون عطيتكم فكره عليا ولا على لا فوتوغرافي. شكرا بزاف لكاع الناس اللي هما كيشجعوني، وشكرا بزاف بزاف لكل شيء، وكان نشكر الوالد ديالي اللي كنتمنى الله يحفظه ويقويه، اللي هو اول واحد اللي كان شجعني باش ندخل ندير لا بانتور.